صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والسؤال: بعض الأطباء يوصي بأن ينام الشخص 8 ساعات، فهل هذا مضر بالصحة؟ ينام الإنسان قدر ما يستريح جسمه ويستجد نشاطه ثم يقوم، والأفضل أن يقوم ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل، ثلث الليل الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي ثلث الليل الآخر، وهذا قيام داود عليه السلام. نعم.